بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كده بركه ربنا، بركه صلاه النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا بتاع 4 كيلو بصل اهو. البصل حلو اللي مندول يا جماعه ورخيص صراحة يعني، فقلت نخلل بقى برطمان بصل كده. جبت 4 كيلو او 4.5 زي ما هم يعني. طبعا عملتهم، شلت القشر والبتاع يعني، نقول صفوا على، طلع منهم يجي كيلو قشر ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده يعني. انا جايبة البصل الرفيع اولا كبيرة قوي يعني. عن كده سخن ميه كده، وريتكم انتوا طبعا البرطمان لما تدور كده اللي اخللهم فيه. هنا كل البصل اطلعه كده ايه، وطلعت كل البصل زي ما انتوا شايفين اهو. غليظ ورفيع يعني، لا تخين قوي ولا رفيع قوي ولا كده يعني. هذا كل البصل يا جماعه اهو زي ما انتوا شايفينه، بيطلع منه يعني القشر والبتاع. عشان اشيل القشرة ديت بتبقى ماسكة اوي في البصل. حطيت مية على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت لها ملح، حبة ملح. المية تسخن كده، او هي ان هي سخنت برضو يعني زي ما انتوا شايفينها يعني. لا هي بتغلي ولا هي المية، لا هي بتغلي اوي ولا هي ايه باردة اوي. حطيت عليها كده، حط فيها كده البصل، وهسيبه شوية كده بتاع ساعتين، بس مش اغليه اللي هو ايه، المية سخنة وخلاص سخنت له المية وبس، مش اللي هو ان انا اخليها تغلي عليه ولا لا، ده يسلق يعني. لا تفكروا ان هو المية بتغلي ونحطه ونغلي ونولع، ولا ده هو المية سخنت زي ما شفتوها كده. بصي حس ان هي بتدبل القشرة بتاعت البصلة زي ما انتوا شايفين اهي، وتخلي البصل تقشر معاكي بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. انا طفيت عنه وسبته ايه بتاع ساعتين كده في المية لغاية ما ايه دبلت البصلة خالص اهو. وبعد كده ابتديت ايه اقشر فيه بقى، كانت المية بتاعته بردت وابتديت اقشر فيه زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا اهو قشرت كل الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. حابة وميتة اوروكم برضو البصلة بتشيل العنق وتشيل الراس بتاعتها. ابصوا القشر بتاع قشرته، بصوا بصوا سهلة مع التقشير لما دبلت في المية السخنة زي ما انتوا شايفين كده اهي، بقت سهلة في التقشير، ما بتلزقش كده البصلة لما تاخد قشرة ناشفة بتلزق وتقعد تغلب الواحد كده، لا. عملت حبة كده وهنكمل مع بعضنا بقى الكمية. هنا خلصت كل الكمية بتاعتي، وحطيت جبت جزرتين اهم عشان ابشرهم عليها زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي بقى ايه اعبي في البرطمان بتاعنا. هنا بصوا ده كله ده طلع من ال، بصوا بص القشرة قد ايه اللي طلع منه ده لو مش مبلول كان عك الدنيا بقى، لكن لما المبلول كله عشرته كده في الحلة بصوا بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كل الكمية بتاعتنا خلصت، احط حبة في البرطمان كده. وجبت جزرتين بصلتهم اهم اللي انتوا شفتوهم، احط عليه البصل كده، وهحط له هريسة شطة من اللي انا عملتها معاكو زي ما انتوا شايفين اهو، وعب كل الكمية كده بتاعتنا في زي ما شايفينها في البرطمان. بركة ربنا وبركة صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. ما تنسوناش يا جماعة اللي خش عندنا ينورنا باللايك والاشتراك، وبارك الله في مرزق. دول كان فصتهم قشرتهم وخرطتهم اهم، يدولهم ريحة مع البصل وكده اهو. ده الملح، حط له بقى الميه وادوبه كده زي ما انتوا شايفين. لازم ندوب الملح عشان نحطه صاحي، زي ما هو كده من غير ما ندوبه بيركز في القعر من تحت في البرطمان من تحت يعني.
كده عملت قطعت كم جزرية كده حطيتهم، وهنا عصرت ليمونتين اهم في المية بتاعت التخليل اهي زي ما انتوا شايفين اهو. الليمون حلو برضو، مادة حافظة يا جماعة، برضو مش وحش اهو. حط كمان القشرات على البرطمان كده من فوق، وهنا بندوب كل كمية الملح ديت اللي انتوا شفتوها، وديت الهريسة اللي انا عملتها معاكم من الشطة، هنفضي كده على البرطمان كده من فوق. بعدين هنحط بقى خط المية بتاعتنا اللي بالملح هو كده، ايه مش محتاج حاجة. ممكن ده البرطمان ده يقعد سنة، تخليل البصل دوت يقعد سنة زي ما انتوا شايفين كده. حط مية تاني على الملح ده، ندوبه اهو وبعدين نكمل بقى الفض على البرطمان نكمله. هنا حطيت الليمون، قشر الليمون اللي انا عملته، وحب الزيت من فوق عشان ما يربيش وش ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده. حطيت التوم وعريسة الشطة والجزر وعصير الليمون والزيت وكله كده، ايه المخلل بتاع ايمي زي ما انتوا شايفين كده، ويقعد معاكم سنة. وربنا على صلاح الحال لنا ومعاكم لينا وليكم وللجميع، وربنا المستعان، وبركة ربنا وبركة صلاة النبي. برطمان مخلل لقويتي، اعملوه ورموا دلوقتي البصل رخيص واعملوه وركنوه، مش هيجرى له حاجة. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، اول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا، ونشوفكم فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.